منظر تقشعر له الأبدان. اخلأ صحن المطاف بالكامل في الحرم المكي بشكل مؤقت لتعقيمه وتطهيره، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وكذلك اغلق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط بسبب منع انتشار كورونا. إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى. زي ما حضراتكم شايفين كده، تم إخلاء صحن المطاف تماما من الحجاج والمعتمرين لكي يتم تعقيمه ونظافته. هذه عمال النظافة زي ما حضرتكم شايفين عمالين يغسلهم ويعقموا. هذه يا مشايخ لحظات للتاريخ، تم إخلاء الصحن في يوم الخميس الموافق 10 رجب 1441 5 مارس 2020.